هنكمل مع بعض اخر جزئية عندنا في الكاينيتكس، بتتكلم على الكاينيتكس في الاتجاه الراديال وفي اتجاه السلندريكال، بتتكلم على السفيريكال كوردينتس. فانت بتتكلم على عندك مسألة رقم 13 89 في هبلر اصدار رقم 14. المسألة دي بتقول لك ايه؟ المسألة دي بتقول لك ان انت عندك في اتجاه الزد وفي حواليه زي حلزون كده، في الاتجاه الزد وفي حواليه حلزون، حلزون بسم الله الرحمن الرحيم كده، تمام. بتبدأ تتكلم ان انت عندك في جسم، الجسم ده او بوي، البوي ده بيبدأ يزحلق على الحلزون ديت، يبدأ عندك ده اتجاه الزد، تمام. بيقول لك ايه؟ بيقول لك the boy of mass 40 كيلو جرام، يبقى انا عندي الماس بتساوي 40 كيلو جرام. Is sliding down the spiral slide at a constant speed. يبقى قال لي ان هو constant speed، سرعة ثابتة. زي ما احنا عارفين لو انت بتتكلم على سرعة ثابتة لل spherical coordinates، يبقى انت بتتكلم على الثيتا. الثيتا اكيد اتوقع ان هي هتطلع سرعة ثابتة، يعني الثيتا دوت هتطلع رقم، لان هو بيتحرك هنا الزاوية بتاعته بتتغير. السبايرال ده ليه نص قطر ثابت متر ونص، ار بتساوي متر ونص، فخلاص مفيش ار دوت. طيب في الاتجاه الزد، في الاتجاه الزد هو بيتحرك لتحت، فاتوقع برضو ان بلام قال لي كونستانت سبيد، يبقى اتوقع ان الثيتا دوت والزد دوت بتساوي ايه؟ بتساوي رقم. الار دوت مفيش، خلاص الار برقم اصلا. طيب بالفعل، بالفعل قال لي ان الثيتا بتساوي 7 من 10 تي، يبقى لما اجي افاضلها هلاقي ان الثيتا دوت بتساوي 7 من 10، يبقى ثابت فعلا. وقال لي ان الزد بتساوي سالب نص تي، لما اجي برضو افاضلها هلاقي ان هي بتساوي سالب نص، يبقى ده الاتجاه الموجب بتاعي لفوق في الزد، ده الاتجاه الموجب، ده الاتجاه الموجب بتاعي في الار، والاتجاه الموجب بتاعي في الثيتا اهو، تمام. يبقى انا هنا بتكلم على سرعه ثابته في الزد والثيتا والار قيمتها ثابته. عايز الكومبوننت بتاعت القوه في الاف ار، في اتجاه الار، في اتجاه الثيتا وفي اتجاه الزد. طيب لما نيجي نتكلم على قوه كاينماتكس فري بودي دايجرام، على طول تيجي تتكلم ان انت دوت البوي بتاعك اهو، الفري بودي دايجرام بتاعك عندك في اتجاه الزد، ده الاتجاه الموجب بتاع الزد، والراجل بيتحرك بعجله في اتجاه الزد اهي، بيتحرك لتحت وبيتحرك بزاويه برضه. طيب يبقى لو انت بتتكلم على الفري بودي دايجرام ان زد دايركشن، مبدا انا عندي في السفيريكال كوردينيتس ببدا اعمل الفري بودي دايجرام في كل دايركشن لوحده، كاني ببص عليه من فوق كده، كاني ببص عليه من فوق. ابدا احط عندي الوزن بتاع البوي ام جي، وابدا احط رد فعل الحاجه اللي هو قاعد عليها، رد فعل السلايدر، رد فعل الزحليقه اللي هو بيزحلق عليها عشان ما يقعش فجاه، الزحليقه شايلاه عشان يبدا يتحرك بايه؟ بكونستانت سبيد في اتجاه الزد. يبقى انا عندي سيجما فورس في اتجاه الزد، الاتجاه الموجب لفوق، بتقول ايه؟ بتقول بتساوي ام في الاي زد. يبقى انا عندي اتجاه الموجب لفوق، يبقى ان ناقص ام جي بتساوي الام الاي زد اللي هي زد دبل دوت. ابدا اشوف هنا عندي الزد بتساوي سالب نص تي، يبقى الزد دوت بتساوي سالب نص، قال لي الوحدات متر على الثانيه عادي، والزد دبل دوت بتساوي زيرو. يبقى انا عندي هنا الزد دبل دوت بتساوي زيرو. هو هنا في المساله عايز، مش عايز السيجما فورس، لا ده هو عايز رد الفعل، يبقى او مسميه هو في المساله الاف زد. يبقى انا عندي الاف زد ناقص الام جي بتساوي صفر، يبقى الاف زد بتساوي الام جي. هو عايز القوه اللي في اتجاه الزد، مش عايز سيجما القوه، القوة أو الفورسز، لا،
هو عايز الفورس في اتجاه الزد اللي هي ايه؟ رد الفعل بتاع الزحليه عشان الواد ما يقعش ويبدا يتحرك بسرعه ثابته في اتجاه الزد. طيب لو جينا نتكلم على سيجما فورس في اتجاه الار، زي ما قلنا هو مش عايز سيجما فورس، مفيش مساله بنطلب فيها سيجما فورس. اتجاه الار اللي بره كده ده الموجب بيساوي ايه؟ بيساوي الام في الاي ار. طيب القوه اللي في اتجاه الار هي الاف ار بتساوي الام في الاي ار. طب الاي ار بتساوي ايه؟ الاي ار ارجع استدعي الكاينماتكس، الاي ار بتساوي ار دبل دوت ناقص ار في الثيتا دوت تربيع. تمام؟ طيب الار دبل دوت بصفر، الثيتا دوت عندي الثيتا برقم، يبقى الثيتا يبقى الثيتا دوت بتاعتها بسبعة من عشرة. ابدا اعوض الاقي ان الاي ار هتبدا بتساوي سالب 0.735 متر على الثانية تربيع. ابدا اضرب الماس في الاي ار يديني الاف ار. ليه في اف ار اصلا؟ لان في تغيير في الحركة. مادام في تغيير في الحركة في اتجاه معين اسمه اتجاه الار، او الاتجاه المسؤول عنه، الاتجاه اللي بيبقى مسؤول ان هو يمسكه هو الار، يبقى في سنترفيوجال فورس اهي الاف ار، لازم يبقى موجود سنترفيوجال فورس مادام في تغيير في الاتجاه. طيب المسؤول هنا عن السرعه، او المسؤول عن الحركه الفعليه هنا الثيتا، كونستانت سبيد في الثيتا والزد، هو بيتحرك في الثيتا وبيتحرك في الزد، بس حركته في الثيتا دي عشان يبدا يتحرك اصلا بزاويه يبقى انت محتاج سنترفيوجال فورس. مادام في كيرفيتشر يبقى في سنترفيوجال فورس، سنترفيوجال فورس يبقى في اتجاه الار، سواء قبل كده كان اتجاه الار ده اسمه النورمال، دلوقتي اتجاه الار اسمه الار او اسمه الراديال، اللي هو بيربط ما بين ايه؟ ما بين السنتر اوف ماس بتاعك هنا، خلينا نشيله من هنا كده ونحطه هنا، وما بين السنتر بتاع الكيرف اللي انت بتتحرك عليه، يبقى دي السنترفيوجال فورس. تعال نشوف الاتجاه الاخير عندنا الا وهو اتجاه الزد. يبقى انا عندي سيجما فورس في اتجاه الزد بتساوي الام، اسف، اتجاه الثيتا بتساوي الام في الاي ثيتا، ده الاتجاه الموجب للثيتا. تمام؟ يبقى انا عندي دي في الاف ثيتا، الاف ثيتا اللي هي هتعمل لك ايه؟ هتعمل لك سرعه في اتجاه الثيتا، زي ما كان في اف زد بتعمل سرعه في اتجاه الزد وبتخلي الجسم ما يقعش سقوط حر، لا بتديله سرعه ثابته. لو سقوط حر مش هيبقى سرعه ثابته، يبقى عجله جاذبيه. طب سرعة ثابتة يبقى في قوة بتخلي الجسم يتحرك بسرعة ثابتة بدل عجلة الجاذبية اللي هي كانت اتجاه الزد اف زد. طب هنا بقى ما يتحرك برضه بسكوت حر بس بكيرفتشر، ممكن يتحرك بسكوت حر في كيرفتشر عادي جدا، بس هنا اهي في قوة اسمها اف ثيتا خليته يتحرك بسرعة ثابتة في اتجاه الكيرفتشر ده، اتجاه الكيرفتشر ده اللي السبب في وجود الكيرفتشر اصلا السنتر فيجر فورس اف ار. يبقى الاف ثيتا بتساوي الام في الاي ثيتا. طيب الاي ثيتا عندنا بتساوي كام؟ من الكاينماتكس بتساوي الار ثيتا دبل دوت زائد 2 في الار دوت ثيتا دوت. الثيتا دبل دوت عندي لو فضيت ده مرتين هتطلع بصفر، الار دوت بصفر، يبقى اذا الاي ثيتا بصفر، يبقى اذا مفيش قوه في اتجاه الثيتا خالص. الاف ثيتا بتساوي صفر. يبقى المساله دي لما اجي اتكلم عليها فيزيكالي هقول كذا حاجه. الحاجه الاولانيه في حركه في كيرفيتشر يبقى في سنترفيوجال فورس، يبقى اتوقع الاف ار بتساوي رقم. طيب في حركه في اتجاه الزد، واتجاه الزد ده اللي هو في عجله الجاذبيه، والحركه دي مش بعجله الجاذبيه، يبقى اتوقع ان في فورس اسمها اف زد دخلت اثرت على القوه، او دخلت اتجمعت اف زد ناقص ام جي دخلت اثرت عليها حسابيا فادتني الام في الاي زد. تمام؟ ادتني هنا سرعه ثابته في اتجاه الزد بعد ما جبنا الاي زد. تمام؟ طيب اما اتجاه الثيتا فانت بتتكلم ان مفيش اي قوه اصلا بتاثر في اتجاه الثيتا موجوده نتيجه وجود الجسم على وجه الارض، مفيش حاجه نتيجه الجاذبيه، يبقى الجسم عندك بيتحرك بسرعه ثابته في اتجاه الثيتا، يبقى الاف ثيتا بتاعته بتساوي صفر، لان السرعه ثابته يبقى الاف يبقى العجله ثابته. انما الزد ليه في اف زد؟ عشان في عجله جاذبيه اصلا، عجله الجاذبيه بتخلي الجسم يتحرك بعجله الجاذبيه،
بس هو ما اتحركش بعلة الجاذبية، اتحرك بسرعة ثابتة، يبقى في قوة دخلت أثرت غيرت الموضوع خليته يتحرك بالسرعة الثابتة دي بدل ما كان بيتحرك بعلة الجاذبية. كيرفيتشر يبقى سنتر فيجال فورس. يبقى دي المسائل اللي عندنا خاصة بيه، الكينماتكس في الكارتيزيان كوردينيتس، في النورمال والتنجنشال كوردينيتس، وفي السفيريكال كوردينيتس.